والله هو شوف حضرتك، انا يعني معنيه بكل ما يخص الاطفال في مؤسسه حياه كريمه، وتحديدا مبادره انت الحياه. يعني الحقيقه رحت كرة كتير جدا وقابلت الاطفال واتكلمت معاهم، لكن كانت تجربه جميله جدا انه اطلع بقى في قوافل سد وعافيه مع التحالف الوطني. الحقيقه كان مهرجان في منتهى الجمال، يعني أكثر من 19 كيان من مجتمعات العمل الخيري موجودة، كلهم هدفهم واحد إن هم يقدموا هدايا للأطفال، يعملوا لهم يوم ترفيهي جميل، يحسسوهم كلهم إن هم فاكرينهم، إن هم يعني بيقدموا لهم البهجة، بيقدموا لهم المعلومة، الهدايا في صورة يعني فعاليات. ممكن الفعاليات دي هتديهم احساس اكتر بالانتماء للوطن. انا الحقيقه رحت وكان هدفي انه اعرف الاطفال يعني ايه تحالف وطني، يعني بيسمعوا الكلمه دي كتير، بتعدي عليهم في نشرات الاخبار، في التلفزيون، في حاجات كتير حواليهم، يمكن ما يعرفوش معنى واهميه الكلمه دي وقد ايه هي ممكن تغير حياتنا. فانا قعدت مع الاطفال، كان في يوم الحقيقه جميل جدا، وفي عرايس وفي العاب وفي مسابقات، ان الاطفال تنتبه وتسمع كلام زي الكلام اللي انا قلته ليهم. ده بالنسبه لي كان مفاجاه، ان اسالهم تعرفوا يعني ايه تحالف وطني؟ تعرفوا لما سياده الرئيس اعلن في منتدى شباب العالم 2021 ان عام 22 هيبقى عام المجتمع المدني، كان بيقصد ايه بالكلام ده؟ أنا هسألكم سؤال، لما كل واحد يكون بيعمل عمل خير لوحده أفضل، ولا لما نقعد على في مكان واحد كلنا على ترابيزة واحدة وكلنا نشتغل مع بعض وكلنا نحط إيدينا في إيدين بعض، أي حاجة فيهم هتدي نتيجة أسرع وأكبر؟ قالوا لأ، لما نقعد مع بعض. بالظبط، هو ده التحالف الوطني، لجمعيات كتير جدا كانت بتشتغل بتعمل خير للبلد، بس كل جمعية بتشتغل لوحدها. التحالف الوطني ده خلاهم كلهم يبقوا تحت مظلة حاجة واحدة اسمها التحالف الوطني، ومعاهم مؤسسة حياة كريمة. طبعا كل ده هايل يا أستاذة سماح، بس هي الفكرة هنا، هل الأطفال مستوعبين كل هذه المصطلحات؟ يعني مستوعبين، لان انا بدات اعمل حوار معاهم ببساطه، قلت لهم انتوا لو حد من زمايلكم مثلا محتاج مساعده، حد كل واحد يساعد لوحده، ولا كلكم تقعدوا مع بعض وتتفقوا كلكم هتساعدوه ازاي؟ كلكم هتكملوا بعض ازاي عشان تساعدوه؟ كلكم هتتفقوا نعمل ايه عشان نساعده؟ كل واحد هيقدم حتى لو حاجه صغيره، بس الحاجات الصغيره دي لما تتجمع هتعمل ايه؟ قالوا حاجه كبيره. قلت لهم ده فكره التحالف الوطني اللي ممكن يبقى يخلينا احنا نعرف ازاي نتعامل مع بعض، يخلينا نعرف ازاي نحط ايدينا في ايدين بعض. يا استاذه جمانه، يمكن احنا مفتقدين الروح الكريم. كل واحد يعني عايز يشتغل لوحده، لكن ده هيأسس الاطفال ان احنا طبعا ممكن نشتغل كلنا مع بعض. طبعا. وازاي كلنا في الاخر، عملت معاهم شعار لطيف قلت كلنا بنكمل، قالوا بعض، كلنا قلبنا على بعض. هايل. فالاطفال كلها كانت متجاوبه وبترد وسعيده وفرحانه، والطفل لما حس بيديك مسؤوليه بيبقى عنده طاقه انه يعمل حاجات كتير جدا. ده حقيقي، بيبقى ايجابي لما تحس انك واثقه فيه. طبعا.